هل لداعش القدرة على تطوير ألعاب جدية بحرفية تامة؟ الجواب أخذته من فم مراهق. مود هو عبارة عن نمط تعديل للعبة الأصلية، بحيث يسمح للمستخدم تغيير شكل اللعبة وخرائطها وتوفير الأسلحة والأماكن المطلوبة حسب تفصيل اللاعب، مع إمكانية إضافة شخصيات حسب الرغبة، ويعتبر هذا النوع تهكيراً للعبة. وهذا الأمر موجود مع ظهور الألعاب، إلا أنه بدأ بالتطور بشكل أكثر احترافية وتنظيماً من السابق مع وجود الإنترنت ودروس اليوتيوب والألعاب المقرصنة، وهكذا أصبح الموضوع أسهل من السابق. تعديل الألعاب على الكمبيوتر الشخصي أسهل من بقية الأجهزة لتوافر أدوات التعديل على الإنترنت. أما على منصتي PlayStation 3 والإكس بوكس 360 فإن الموضوع يتطلب إضافة قطعة للجهاز، بحيث تمكن اللاعب من تشغيل الألعاب المقرصنة وغير المرخصة. Grand Theft Auto أو حرام السيارات هي من أشهر الألعاب الحاصلة على تقييم PEGI 18 أو M، بمعنى mature، أي أن هذه اللعبة تصلح لمن هم فوق سن 18. الآن بالعودة إلى التجنيد باستخدام اللعبة، المطلوب هو تصميم شخصيات وخرائط مع إضافة أعلام وأصوات وتبديل الشعارات والسيارات، وستحصل على نسختك من اللعبة بالطريقة التي تريدها. كمثال على ذلك، لعبة كصليل الصوارم التي رأيناها على اليوتيوب اعتمدت المونتاج في عملها ولم تعرض اللعبة بشكل كامل، وإنما أجزاء ومقتطفات منها تمكن مبرمجوها أو مفكروها من تصويرها، ومن ثم تسخير المونتاج على هواهم كي يظهروها بشكل قوي، وهو ما يظهر للفئة المستهدفة بأن التنظيم قوي في تكوينه وقدراته في عالم الألعاب الإلكترونية أيضا.